السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد مع الشيخ يونس المغربي. الوصفة والفيديو اللي جايب لكم اليوم هو جلب الحبيب بالفلفل الأسود. نعم، بهذا الفلفل الأسود سوف تجلبين حبيبك وتجعليه خاتما في أصبعك. نعم، بهذه الوصفة سوف يأتي ويعتذر ويطلب السماح ولو كان بينكم فرق أعوام وشهور وأيام. يعني سبحان الله، وصفة معجزة وكل من أعطيت لها لاحظت الفرق في مدة قصيرة. يعني سبحان الله، وصفة تعطي نتيجة في مدة قصيرة ومفعول قوي. يعني إذا كان هذا الإنسان هو حبيبك وتغيرت معاملته بهذه الوصفة سوف تجعليه خادما في أصبعك. نعم، خادما في أصبعك. وإذا كان هذا الإنسان طليقك بهذه الوصفة سوف يأتي لباب بيت أهلكم ويعتذر ويطلب السماح وتعود المياه المجرية، ويعني وتعود العلاقة كما كانت بينكم في الأول. يعني سبحان الله، وصفة معجزة، ويعني وكل من جربتها لاحظت الفرق في مدة قصيرة. وإذا كان هذا الإنسان هو زوجك وتغيرت معاملته معك وأصبح لا يحترمك، ليس بينكم حب، ليس بينكم مودة، بهذه الوصفة سوف يتغير كليا وسوف يصبح شخص آخر. يعني ولو فقط يذهب للعمل يأتي في المساء وكله يعني كله شوق وحنين ومحبة ومودة. يعني سبحان الله، وصفة يعني تعطي نتيجته في مدة قصيرة وتجلب الحبيب وتهيجه في آن واحد. يعني سبحان الله، تجعله مهيج لك لكل تفكيره وكل عقله وكل باله معك، ولن يرتاح له البال ولا الضمير حتى يكون بقربك، حتى يكون جانبك. يعني سبحان الله، وصفة معجزة وتعطي نتيجته في مدة قصيرة، وكل من جربت يعني تلاحظ الفرق في مدة قصيرة. وهي وصفة سهلة جدا. كل ما سنحتاج فيها وهو الفلفل الأسود. يعني سوف تأخذين قليل من الفلفل الأسود بالنسبة لهذه الوصفة، يعني تستعملها في المساء. يعني وصفة مسائية، يعني في أي يوم من الأسبوع، في أي يوم، يعني لك الاختيار في أي يوم، ولكن في المساء، يعني عندما يحل الظلام. يعني من شروط هذه الوصفة، يعني عندما يكون هناك ظلام، ليس يكون هناك نهار. بالنسبة لهذه الوصفة قلنا سوف تحتاجين إلى الفلفل الأسود ثم الفحم. الفحم هو هذا. يعني الفحم تأخذين أول شيء سوف تقومين به أنك سوف تأخذين ورقة وقلم أسود. أنا أكتب بالقلم، يعني أنت سوف تكتبين بالقلم الأسود أو المدد الروحاني. أنا سوف أكتب بالقلم الأسود. بالنسبة للمدد الروحاني، يعني سبق وحطيت فيديوهات في القناة عن كيفية تحضير المدد الروحاني. سوف تكتب المدد الروحاني أو القلم الأسود. يعني هنا سوف يعني لك الاختيار. أنا سوف أكتب بالقلم الأسود. أو قلنا في عندما يحل الظلام، يعني أول شيء سوف تقومين به في أي يوم من الأسبوع، سوف تأخذين ورقة وقلم أو المدد الروحاني وتكتبين ما سأملي عليك الآن بالحرف. يعني أول شيء تكتبين جلب مسائي تصبح كالنجمة في سمائي. تصبح كالنجمة في سمائي، يعني جلبتيه جلب مسائي يصبح كالنجمة في سمائك. يعني لن يستطيع أن يتخلى عنك أو أن يبتعد عنك، يعني يكون دائما مرافقا لك دائما. يعني في أي وقت، يعني في أي وقت، يعني كل باله وكل تفكيره وكل يعني كل قلبه معك، ولن يستطيع البعد عنك أبدا. ثم تعود إلى السطر وتكتبين أنا روحك وأنت غذائي. يعني سوف تصبحين انت روحي وهو غذائك. يعني انت روحي الانسان بلا روح لا يستطيع العيش، والانسان بلا غذاء لا يستطيع العيش. هكذا، يعني لن يستطيع ان يتخلى عنك او ان يبتعد عنك. انا روحك وانت غذائي، يعني تصبح انت روحي وهو غذائك. هكذا، لو تشوفني تنسى جميع النساء. لو يشوفك ينسى جميع النساء، يعني لو تشوفني تنسى جميع النساء. أنا روحك وأنت غذائي، لو تشوفني تنسى جميع النساء. يعني لن يستطيع أن يبتعد عنك أو أن يتخلى عنك. يعني يكون كل باله وكل تفكيره معك، ولن يرتاح له بال ولا الضمير حتى يكون بقلبك، حتى يكون معك. ثم تعود للسطر الثالث وتكتبين ما سأملي عليك الآن بالحرف. يعني قلنا جلب مسائي تصبح كالنجمة في سمائي. أنا روحك وأنت غذائي، لو تشوفني تنسى جميع النساء. ثم تعود للسطر وتكتبين أنا فلانة بنت فلانة، جلبتك يا فلان ابن فلانة.
يعني هنا ستكتبين اسمك هو اسم أمك ثم اسمي هو اسم أمي. إذا لم يتوفر معك اسم أمي سوف تكتبين ابن حواء، أنا فلانة بنت فلانة جلبتك يا فلان ابن حواء، يعني ما كان اسم أمي سوف تكتبين حواء، يعني فلان ابن حواء. ثم تقومين بالرسم يعني هكذا، جدول مثل هذا، جدول مثل هذا هكذا هكذا هكذا. ثم تقسمي إلى سبع خانات، إلى سبع خانات هكذا هكذا. هكذا يعني جدول مثل هذا، وتقسمي إلى سبع خانات، ثم تقومين تقسمي هكذا عموديا هكذا. ثم تكتبين الأحرف المائية، والأحرف المائية معروفة في عالم الجلب أنها تهيج الشخص، يعني تجلبه وتجعله يعني كل باله وكل تفكيره مع الإنسان الآخر. يعني الأحرف المائية معروفة في عالم الروحانيات أنها يعني عندها مفعول وتأثير قوي في جلب الحبيب، يعني سبحان الله، يعني هذه الأحرف المائية عندها تأثير ومفعول قوي في جلب الحبيب، وخاصة في هذه الوصفة، يعني تعطي نتيجته في مدة قصيرة، يعني تعطي نتيجته في مدة قصيرة، يعني وستلاحظ النتيجة. أول شيء سوف تقومين به هو أنك سوف تكتبين أول حرف من الأحرف المائية، وهو حرف الدال، ثم حرف الحاء، ثم حرف اللام، ثم العين، ثم الراء، ثم حرف خاء هكذا، ثم حرف الغين هكذا. ثم تكتبين هنا، يعني قلنا هنا تكتبين الأحرف المائية في هذه الخانة، في سبعة خانات هذه، والأحرف المائية يعني هم سبعة، وتقسمها على هذه الخانة هكذا. ثم تكتبين هنا تهيج مقسمة، تهيج يعني مقسمة على جميع الخانات هكذا، تهيج تهيج ياء هنا وياء هنا، يعني هنا تاء، هنا هاي ها، هنا ياء، ثم هنا ياء، ثم هنا جيم. ثم تكتبين يعني قلنا تهيج، ثم هنا قوي قوي هكذا، ويعني هنا القاف، وهنا في الحرف وفي الخانة الأخيرة سوف تكون الواو والواو والياء، الواو والياء هكذا، قوي هكذا، يعني قلنا فتهيج قوي. ثم هنا ستكتبين جلب، ثم تكتبين هنا محبة، ثم تكتبين هنا حنين، ثم تكتبين هنا اشتياق، اشتياق هكذا. سوف ثم تأخذين يعني بعد أن تنتهي من الرسم سوف تأخذين الفلفل، الفلفل الحار هكذا، الفلفل الحار، ويجب أن يكون الفلفل حار، وكل ما كانت يعني كل ما كانت قوته وحرارته، كل ما هذا الإنسان هو يجلك، وكان يعني كان يعني مفعول هذا الرسم يعني مفعوله في مدة يعطي مفعوله في مدة قصيرة، يعني سبحان الله هذه الوصفة، يعني كل ما جربت لاحظت الفرق والنتيجة في مدة قصيرة. تقومين هكذا بتغطية الخانة بالكامل، تقومين بتغطية الخانات بالكامل هكذا هكذا بالفلفل الحار، ثم تتركيهم يعني حوالي أكثر، المهم أكثر من نصف ساعة، يعني حوالي 40 دقيقة أو أكثر، يعني المهم أكثر من 40 دقيقة على هذا الشكل. وبعد أن تمر أكثر من 40 دقيقة سوف تقومين تعودين لهذا الترسم، وتقومين بطيه هكذا، طيه هكذا، طي هذا الترسم هكذا 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 هكذا، يعني طيه بالكامل، طيه بالكامل هكذا. ثم تأخذين الفحم وتشعلين النار في الفحم جيدا، تشعلين النار في الفحم جيدا حتى يلتهي بالفحم، ثم تضعين هذا الطلسم فوق الفحم، وكلما احترق هذا الطلسم كلما احترق قلبه بالشوق والحنين والمحبة، ولن يرتاح له البال ولا الضمير حتى يأتي ويعتذر ويطلب السماع. يعني سبحان الله وصفة معجزة، وتعطي نتيجته في مدة قصيرة. تحياتي لكم من الشيخ يونس المغربي. بالنسبه لبقايا هذا الطلسم يعني من فحم وكذا، سوف تقوم برميه في مكان في يعني في تربه، في غابه، في مكان في خلاء، المهم ان يكون هذا المكان الذي سوف ترمين فيه البقايا، المهم يكون مكان ليس نجس، يعني تقوم برميه ما تبقى من هذا الطلسم، يعني سبحان الله مباشره بعد ان تقوم برميه هذا الطلسم تعطي النتيجه، يعني يصبح الانسان كل باله وكل تفكيره معك، ويعني يهيج وسياتي ويعتذر ويطلب السماح يعني في مده قصيره. تحياتي لكم من الشيخ يونس المغربي، الى فيديو قادم ان شاء الله. تحياتي لكم كالعاده، من ان تواصل معي يرد عمل خاص، وترك لي رساله في هذا الواتساب. تحياتي لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.